حصل؟ خير في ايه متجمعين كده ليه؟ ده اللي حصل؟ جايين عايزين نقابل الست شلبايه ومحدش بيرد علينا. ايه هي؟ ما يمكن مسافره. طب ما تعملوا فينا وفيها معروف وتحاولوا تخشوا تشوفوها. اه هو انتوا مش غفر البلد ولا ايه؟ يمكن لا سمح الله عيانه. اصل في كلام انها خدت الفلوس وهربت. لا ده في جماعه كلموني على التليفون وقالوا لي ان المركز جه خدها. يا نهار اسود فلوسنا. طب وهنعمل ايه يا اخوانا؟ طب ما تشوفوها لو كل عملت في نفسها حاجه. طب استهدوا بالله كده اهو، انا هدخل اشوف في ايه وما نفعش. ما نفعش ايه؟ انا مش هحط الصور، انا مش انا اللي اعمل كده. هنبلغ المركز. مركز ايه ده؟ كله كان حاجه دار الدعيشه. بعدين بلا اوسع انا هنخش قلعه. اه ست شلبايه تعالي. يا ام الخير يا عبيدة. يا ام الخير يا ضو. والنبي يا دوير الا يا رب يسترك يا اخويا الدنيا واخر. شوف حالنا راحت فين. انت عارف دي واخده شقاي، واخده شقاي وشقوزي وشقوزي مني وشقايلي ورزقهم. مش هجوز ابو محمود لو عارف والله العظيم تلات قلته هيرميني في الفرن والله العظيم. قال انت شايله كام عند شلباي؟ يا لهوي دي شكلها هربت. لا ما هربتش ولا حاجه. هي هتطلع دلوقتي وهتدينا فلوسنا. ايه شقايا يا ناس؟ والنبي يا دوا شوفلي شقايا. شقايا يا ناس يا رب. هو النبي يا رب يا رب. هو النبي ده انا عم اتكسر مني قبل ما ينسى. يا رب. هو النبي يا رب عشان عياني ربنا يستر. شوف يا دوا الو. انا عايز اقابلك النهارده ضروري. بص بقى يا رافض، دياب ما كانش بيساير غيرك ودي تاني حاجه. اما اول حاجه بقى اكيد قال لك مكان الفلوس فين. قول لي بقى يا رافض مكان الفلوس فين. بيساير دي ايه؟ دياب ده كان بيشك في صوابع ايده. هو دياب ده اصلا بني ادم؟ ده ابليس نفسه كان بيخاف منه. وحلو الله يا اخواني. مش كده يعني يا رافض؟ اذكروا محاسن موتاكوا يا اخي. محاسن ايه؟ ده لا محاسن ولا مفاتن ولا عواطف حتى. عواطف انت بتقول ايه؟ اسمع بقى انت، وهو اللي عارف مكان الفلوس هينطق ووقتي والا الله في سماه. هتحلف ايه يا رزق؟ هتعمل ايه يعني؟ هتموتنا كلنا نبقى واحده؟ اقعد يا رزق، اقعد يا رزق وما تقطعش برزقك. هو اللي لينا الفلوس اللي مكمرها دابو بس؟ طب وتجارتنا اللي في كل حته في البلد والمصانع؟ ايوه ده انا شايان فيها بقى لي سنين. والجيم؟ ما هو ما ينفعش يعني رزق ورافت يحطوا ايدهم على كل حاجه. من تحت راس ان دياب كان معرفكوا اسراره كلها، واحنا عارفين ان انتوا كنتوا كلابه بس مش اكتر. زيكم زي اي غفر، ويا ريتكم عرفتوا تحموه ولا تحوشوا عنه. ايوه حيالله كلاب حراسه. ما كان حاسبكم رجالته ولا دراعه اليمين. والله بقى لو المصانع ما تخصنيش يبقى السايبر الاخر ما يخص الصلاه. نعم يا اخويا. تفهم ايه انت في شغل السايبر يا بجر؟ ابويا ربنا اديه طول العمر كتب لي السايبر ده بيع وشراء. احنا كلاب حراسه شويه رمم. لا اسمع بقى انت وهو وهو، انا الشتايم دي ما بتهزنيش، دي بتبسطني. والورث هاخده ذوق عافيه. هاخده. ايوه الورث ورثنا كلنا. ايوه انا اللي همسك شغل الدهيشه بعد دياب. وانا مش مالي عينيكوا ولا ايه؟ محدش هيبيع ويشتري فينا تاني يا ابن ازهار. كل واحد ياخد نصيبه ويشوف حاله. الورث ورثي وحقي وانا اللي هاخده. حقك ورثها اللي بتتخانقوا عليها ولاد دهيش. ها ورثها ابوكم درغام دهيشة لسه عايش حسوا في الدنيا. ودياب اخوكوا جتته لسه ما بردتش. ما اتدفنش وانتوا بتتعاركوا مين اللي هياخد مكان. سامر اخوكوا مستني حكم الاعداء. ورضا اخوكوا هيعيش عنكم السجن. ورث اللي بتتخانقوا عليه.
أهل البلد مش طايقين يبصوا في وشوشكم، لو شافوا خلاقكم هيتفوا عليكم. حدش فيكم اتنحرر عشان يعرف مين اللي قتل أخوه دياب وياخد طاره؟ إيه؟ لحمك ودمك ورخيص كده ليه؟ طب وديني، ما حد معتب هنا إلا لما أبويا يقول إن هو عاوز. امشوا من هنا، غوروا غوروا. نورتي بيتك يا صفية. مش انتي العمدة؟ يعني الكبيرة. كان لازم اجيلك عشان اقولك اللي مش هقدر اقول قدام حد. وانا مستنية منك امانة الناس الغلابة اللي فلستيهم وخربت بيوتهم وضيعت رزقهم. انا ولا فلست حد ولا خربت بيت حد ولا نهبت حد ولا خدت فلوس حد. هما اللي كده الطمع مالي قلوبهم، عايزين يحطوا ايديهم على خدهم وتجيلهم الفلوس على الطبطاب. دينا الشقيانة متعذبة في غربتها، سنين تعبانة في شغلها، متعشمة الزمن ينصفها. ضحكتوا عليهم وعلى جهلهم وعلى غرايزهم. طبعا ما النصاب لازم يحتكر ضحيته. أبدا والله، أحتقرهم ليه؟ أنا عمري ما سرقتهم، ده أنتوا اللي سرقتوهم، أنتوا اللي منعتوا الخير عنهم. إيه؟ الناس دي دلوقتي شايفين ان انا مصدومه، مش شايفين ان انا نصابه، لا شايفين كنت والبوليس اللي وقفتوا حالهم ومنعتوني من ان اديهم الخير. ما انا ام الخير. في ناس تحب الطبطبه عشان تعيش، وناس بتحب تتلطش على وشها عشان تفوق. متشكره على النصيحه، هبقى اكتبها في مدخل الدوار وتحتها اسمك شلبايا سنان. انا حبيت بس اجي عشان اقول لك الكلمتين دول وش الوش. مبروك عليكي، انت كنت صح وانا غلط. انت يا حضره العمده اديتي الناس الامان وانا خدته منهم. انت طبطبتي عليهم وانا دوست عليهم. انت اديتيهم الحلم وبنيتيه معاهم وانا سرقته منهم. انت بالحق وقلة الحيلة قدرتي تخليهم كلهم حواليك وأنا خسرتهم. مش خسرتهم بس، خسرت كل حاجة في دنيتي. ويا عالم يا عالم إيه اللي هيجرالي كمان في آخرتي. أشوفك بخير بحضرة العمد يا ست الستات. اهو زي ما انتوا شايفين مفيش حاجه قدامك اهو. ما تستهدى بالله يا صلاح. استهدى بالله؟ يعني اخويا لسه مقتول، اخواتي عايزين تقطيع في بعض، وبالك كلها مجمومه عند بيت السناين، واحنا سايبين كل ده وقاعدين هنا نطلع تفرغات من قدام بيت عارف وتقول لي استهدى بالله؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا لا شغالين عند السناين ولا غيرهم. أخوك الله لا يسامحه أو مرمي في المشرحة. الله يسامحك، الميت ما تجوش عليه غير الرحمة ابن الأصول. استغفر الله العظيم، احنا آسفين يا صلاح والله، بس لما دار عارف إن فارس أبو عمدتنا يطول الشكوك والتلسين يبقى لازم نسيب اللي في إيدينا ونترصد له. البقية في حياتك أنت والست كابر، ربنا يجعلها آخر الأحزان. بس أديك شايف البلد بقى طايلها الشر من كل ناحية، ولما بيت العمده يطولوا كل الحاجات دي يبقى في رقبتنا وفي وشنا. وغير كده هي بنت حلال وتستاهل الخدمه. حته العمده الصراحه يعني جدعه وما بتتاخرش عن حد. اهم اهم الحق يا استاذ صلاح. ايوه ايوه. ايه ده؟ انتوا تعرفوهم ولا ايه؟ واد يا طاو. مش دول العيال اللي جم البلد الشهر اللي فات في عربيه نص نقل؟ ايوه ايوه، هم اللي جم مع الراجل اللي ايده فرطه ده. ايه ده؟ ايوه ده اللي بيشتغل في مكتب سياده المستشار. انت عارف ده حكم كل واحد من العيال بتاعت التل حته ب 200 جديده قد كده يا ابو صلاح. هو الكلام ده حصل امتى؟ الشهر اللي فات.